الأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقطور الثقافة، نسمع منه ما هو تعليقه على ما سمع. أهلا وسهلا يا أستاذ هشام. أهلا بحضرتك فندم، وأهلا بضيفتك الكريمة وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا أستاذ هشام. المقال اللي كتبته الكاتبة الصحفية اللبنانية الأستاذة سوسن الأبطح يمكن بيحط إيده على جزئية، وهي قالت مقترحاتها تتمنى تشوف بيت العقاد، يعني عملاق الفكر الأدبي، شكله إيه ويتفتح للزيارة إزاي ويبقى إزاي قدام الناس، ليه ده مش متاح؟ اسمحي لي بس الاول، انا ممكن بس اقول التصور بتاع قصر العقاد اتفضل منذ نشاته، يعني منذ افتتاح قصر ثقافه العقاد في مارس سنه 90 واطلق اسم يعني الاديب الكبير عباس محمود العقاد تخليدا لذكراه، وهو مبنى في الاساس هو مبنى مكون لقصر ثقافه بيقدم القصر مختلف الانشطه الثقافيه والفنيه، يعني في مكتبه عامه للطفل وفي ورش فنيه واشغال يدويه وحرف تراثيه وبعض الندوات واللقاءات لنوادي الادب بتقدم داخل القصر، وكمان مع التعاون مع مؤسسات الدوله زي شباب الرياضه والتربيه والتعليم والجامعه والمجتمع المدني. والحقيقه في قاعه خصصت بالدور الثاني من مبنى القصر لوضع عدد من مقتنيات ومتعلقات الاديب الكبير. يعني من بينها مثلا حجره المعيشه، سرير، مكتبه خاصه يشكل المكتبه اكيد، بعض الملابس زي الروب او الكوفيه او العصايه اللي كان بيستخدمها الاديب الكبير، وبعض الصور الفوتوغرافيه اللي بتوثق مراحل الشباب والصالونات اللي كان بيقدمها في منزله، وبعض الشهادات والتكريمات اللي حصل عليها. وايضا كمان يوجد في المكتبه ركن خاص لمؤلفات العقاد متاحه للرواد. والمتحف مفتوح طول الوقت خلال الفترات اللي مفتوح فيها قصر الثقافه في الدور الارضي، يعني مفتوح المكان لما قصر الثقافه مفتوح طول الوقت، المفتح المتحف متاح للناس تزوره يعني. وكان يمكن مؤخرا تم اقامه مؤتمر ادبي لاقليم جنوب الصعيد في قصر ثقافه العقاد. اسوان يا فندم، فرع ثقافه اسوان في قصر ثقافه اسوان هو بيتم تجديده الان كمرحله اولى، والمفروض انه هذا العام بيتم ترميم قصر ثقافه العقاد، وهيتم عمل القاعه، يتم ترميم القاعه وعملها بالشكل اللائق ان احنا ممكن نعمل فيها. اذا يا استاذ هشام انا اسف جدا يعني، بس حضرتك بتقول ان الموجود غير لائق علشان نعمله بالشكل اللائق، الصور اللي شايفينها غير لائقه بالمره بمكان زي ده ولا بقصر ثقافه، قصور الثقافه دي منارات ثقافيه وابداعيه وهي المفتاح لحركه الابداع في مصر، شكل المبنى بالفيديوهات اللي عندنا بالصور المنتشره في كل مكان، المبنى مهترئ ومتبهدل تماما ومحتاج توضيب. ثانيا الأستاذة سوسن لما راحت كان المكان مقفول، وكان اللي معاه المفتاح مش موجود، ولما جه كان رافض يفتح وفتح بطريقة ما، فتح لها لوحدها دخلت. ده معناه أن هناك قصور في هذا المكان، قصور حقيقي. دي مسؤولية مين؟ قصور الثقافة بتتبع وزارة الثقافة، هل في دور للمحافظة هنا؟ اسمح لي بالنسبة لقصر الثقافة فندم، أنا زي ما قلت لحضرتك إنه الدولة الآن بتهتم جدا بأصول الثقافة، بدليل إن كل المباني أو أصول الثقافة الموجودة في فرع أسوان الآن بيتم إعادة تطويرها وإعادة بنائها من جديد. يعني طب إمتى يا فندم أستاذ هشام، إمتى هيكون موجود الخطة الخاصة، يعني هتتنفذ إمتى خطة بيت العقاد، بالإضافة إلى هل حضراتكم حصرتوا؟ طيب. أنا بتكلم على قصر الثقافة فندم. أنا طب أستاذ هشام خليك معانا، أنا آسف، ثانية واحدة خليك معانا ثانية واحدة بس. الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى القاهرة. أهلا وسهلا بيك، منور بلدك يا سمو الأمير، أهلا وسهلا بالمملكة العربية السعودية والأراضي الطيبة المباركة، سعداء بوجودك على أرض مصر مع رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى أن تكون اللقاءات والاجتماعات مثمرة وإيجابية وتحقق رغبات العالم العربي، العالم العربي في أشد الحاجة الآن إلى التكاتف والتوحد والتآلف لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها العالم كله، فإذ لم نتحد، إذ لم نتعاون، إذ لم نتكافل، فسيعاني كل منا على حدة. نتمنى أن تكون المعاناة واحدة والأحلام واحدة والرخاء واحد إن شاء الله.
إن شاء الله فعلا زيارة مثمرة نتمناها علشان تعم بالخير على البلدين ويمكن على الواقع العربي كله في مرحلة حرجة وحاسمة. نرجع مرة تانية لموضوع العقاد وحضرتك معانا مرة تانية أستاذ هشام. مقتنيات عباس العقادي اللي موجودة في الجزء اللي حضراتكم خصصتوه داخل قصر الثقافة هي متاحة للجميع، كل الناس ممكن تلمسها، وقالت الأستاذة سوسن إن ممكن أي حد ياخد أي حاجة، فهل يا ترى المكان ده مرقب بالكاميرات؟ هل في حصر للمقتنيات بتاعة العقاد بدءا من ملابسه وأشياءه الشخصية وانتهاءا بكتبه، ولا الحاجات دي مش معمولة حاليا؟ يا فندم في حصر بكل المكان بما فيه، وفي مسؤولين عن دوت في المتحف بإدارة القصر، ولكن القصر مش موجود فيه كل المقتنيات بتاعة الأديب الكبير. صحيح حضرتك قلت. هي بعض النماذج يا فندم لمقتنياته، وقصر الثقافة اللي هو قصر ثقافة العقاد، طور الانتهاء من مبنى قصر ثقافة ومسرح أسوان بيتم ترميمه خلال هذا العام، بحيث ان احنا ممكن يبقى في تصور لفكره تقديم المتحف بالشكل اللي ممكن يجعل من المكان مناره ثقافيه يبقى فيها زيارات. استاذ هشام حتى لا يكون كلاما، احنا بنشكر حضرتك جدا، ولكن ليا رجاء وحيد في القصور والمتاحف الخاصه بالشخصيات العظيمه اللي زي دي، وحضرتك اكيد لفيت وشفت في العالم، وانا شفت حاجات كتير قوي، لا تترك الاشياء هكذا وعرضه للتراب وبعد سنواتها تتاكل، تاكلها العته يعني. اتمنى ان تكون هناك فترينات زجاجيه توضع فيها الملابس والجرافيتات والاشياء الدقيقه والحساسه التي كان يرتديها او يتعامل معها او يمسك بها حتى كاتبنا الراحل العظيم الذي لم يجد الزمان بمثله في عصرنا الحديث عباس العقاد. بشكر حضرتك جدا استاذ هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه. طيب